النشرة المحلية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل من ولاية ميلا، حيث انطلقت المشاريع التنموية عبر مشاتي بلدية شلغوم العيد، والتي ستستفيد من الربط بشبكتي الصرف الصحي والغاز، إضافة إلى مشروع التزود بالماء الصالح لشرب من سد بن هارون ومشاريع أخرى لفك العزلة عن هذه المشاتي. ليندا شعبان. بفضل مجهودات الدولة وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ها هي المشاريع التنموية تنطلق بها أشغال التطهير والربط بالغاز عبر مختلف المشاتي التابعة لبلدية شلغوم العيد بولاية ميلا. خصصنا الأموال اللي تتوفر عندنا خصيصا لمشاريع المياه والتطهير والغاز، فيها سافل مغلسة، فيها براشد، درع لازاز، بير هاشم وهب الواد. فيما يخص المشروع المهم للمنطقة هو إيصال المياه، ارتأينا نربط هذه المنطقة بسد بن هارون، التكلفة 7,600,000، ونباشروا في الأشغال إن شاء الله في الصيف هذا ولا قبل الصيف هذا، باش نخفوا ولا نفكوا مشكلة تاع المياه تاع المنطقة. عندنا 23 مسكن، المشروع يقدر ب 535 مليون سنتيم، ومدة الإنجاز 60 يوم. وها هو اليوم المواطن يتنفس السعداء بعد المعاناة الكبيرة، مشاريع من شأنها ضمان العيش اللائق والحياة السهلة لسكان هذه المشاتي. كاين صرف صحي، خدموا صرف صحي، ودركم مع المشروع نتاع الغاز منطلقه الاشغال. الكهرباء عندكم؟ الكهرباء كاينه رغم النقص، الماء الصالح للشرب شبه منعدم. وفروا لنا غاز، وفروا لنا الصرف الصحي، المياه سيرتو المياه صالحه للشرب. كون صبنا احنا دارت لنا الدوله كلش. ما سيرتو الماء نعانيو منه بزاف، والغاز خير ما نقولوا القرعه تعبوا ساعات ما لقاوش فيها نعمروها، ونعمروها ساعات بالصوار ساعات ما كانش ترونسبور. الجهة المعنية والسلطات المحلية للولاية توفر من جهتها كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، حين سخرت مبالغ مالية معتبرة لحل مشكل المياه الشروب، إضافة إلى إعادة الاعتبار للجسر الذي يربط المشاتي ببلدية شلغوم العيد لحل هذا المشكل نهائياً. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع معنا ليندا شعبان من ولاية ميلا. ليندا، حدثينا عن أهم المشاريع التي انطلقت بمشاتي بلدية شلغوم العيد، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي حتما على ظروف المعيشة للساكنة. إذن تجسيدا للمشاريع التنموية المختلفة التي استفادت منها ولاية ميلا عبر مختلف بلدياتها، وجهتنا هذه المرة ببلدية شلغوم العيد، وهذا للوقوف على أهم المشاريع التنموية بها، أين وصلت الأشغال المنجزة، وكذا طور الإنجاز عبر مختلف مشاتي البلدية. ويحضر معنا على المباشر السيد والي الولاية السيد مصطفى قريش، وهذا للحديث عن أهم هذه الإنجازات. أهلا سيدي الوالي. شكرا. إذن اليوم أنا في زيارة تاع بلديات ومداشر ومشاتي شلغوم العيد. للعلم فقط عندنا 11 مشتى في دائرة شلغوم العيد، عندنا تقريبا 292 مليار هذه فقط خاصة بالغاز. عندنا 11 مشتى كلها انطلقت فيها الاشغال. فيما يخص في المشاتي هادو عندهم اشكال تاع المياه، حنا راح نجيبوا لهم لا كوندويت القناه من المباراج تاع بني هارون. نحن في دراسه مع مكتب الدراسه ومع مديريه الري، وان شاء الله نجيبوا لهم لا كوندويت من بني هارون، لانه الماء ناقص منا بزاف. عده درنا في دي بريزيسيون ما خرجش كونكليون. لا سينيسمو تقريبا عندنا بالك براشد، بلديه براشد عندنا هذو اللي مثلا اتاكوها باش نأتاكو معاها مش تبراشد، باش بالتوازي نأتاكو كذلك الغاز، براشد واحد وبراشد اثنين في رحبه نديروا لهم الغاز. هذه كل هذا غير في دائره ولا بلديه شلغوم العيد، 292 مليار في الغاز فقط،
باش الناس تكون على علم المجهودات تاع الدوله وين راهي تروح. وشكرا. شكرا سيدي الوالي. إذن من هذا المنبر نطمئن ساكني هذه المشاتي ونؤكد على الانتظار في انتظار إتمام كل هذه المشاريع التنموية بهذه المشاتي لتثبيت السكان بهذه المناطق وكذا ضمان العيش الكريم. شكرا لك ليندا شعبان، كنت معنا من ولاية ميلا. وتنمويا دائما وبهدف ضمان توزيع عادل للمياه الشرب وبغية وضع استراتيجية تضمن ذلك، أطلقت وزارة الري بالتنسيق مع الجزائرية للمياه حملة وطنية للحد من التوصيلات العشوائية بشبكة المياه وتسديد المستحقات المتراكمة للمشتركين. العينة مع العينة من ولاية شلف مع كريمة شمط. نحن هنا ببلدية سيدي عكاشة بولاية شلف وسط أحياء سكنية تباينت أشكال توصيلاتها بالماء الشروب بين القانونية بمستحقات لم تدفع وأخرى غير شرعية. لا كوندوي تقديما كان اللي كان وقت الوقت ما كانش كاين الماء، كان اللي مدخلين جوج دياوات، كان اللي مدخلين ثلاثة. هذا عذر؟ هذا تنجم تقولي عذر بس كنا اللي كانت البلدية، ما كانتش الشركة تاع الماء. المواطن كما قلت برر يعني بعدم وجود شبكة مياه يعني جديدة، وهذه حقيقة نحن نعمل مع الجزائرية للمياه ومديرية الري من أجل تجديد الشبكات المهترئة عبر إقليم البلدية. بعذر أو بغير عذر يتكرر المشهد. احنا نجيبوا هنا العملية بجهاز جيورادار ونبدأ عن طريق المسح، ثم نبدأ عندنا الماركر، هذا الجهاز يعمل على مسح الارض 10 امتار تحت الارض، ومن بعد يبدا يشوف يعطينا ليكوش نورمال، ليكوش نورمال يبدا كي ديتكتي ان كوندويت يعطينا هذه لاسين وتتغير طبقات الارض تتغير، يعطينا ان كوش سبيسيال وعليها نجيبوا عمال الورشه هما اللي يحفرون. وأمام اختلال طريقة توصيل شبكة مياه الشروب، وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجزائرية للمياه تطلق حملة وطنية للحد من التوصيلات غير الشرعية. السلام عليكم. صباح الخير مدام، نقدر نتفضل؟ السلام عليكم. صباح الخير مدام، معك شركة جزائرية للمياه. بغيت نسقسيك برك، اسكو هنا عندك إيصال غير شرعي؟ لا لا، باسكو حنايا هنايا دوكا في هذا حي الاخوان الجاري عندنا بزاف ايصالات غير شرعيه، رانا دايرين حمله القضاء على ذو الايصالات. انا كي تجي سباله كي نعمر كامل ما بغاش شنو من مسيتنا تاعي. معليش انا نفهمك خويا، حاب نفهمك على شيء. تفضل. من حقك انك تكون عندك برونشمو ليك انت، خوك باش تمد له برونشمو ليه بتمدلو برونشمو اللي هو عنده حق باش يجي يدير دوموند ونعطولو الماء. انت هذا البرونشمو اللي لك مد منها انت بالنسبه لينا احنا راه إليسيت. انا حامل تحصيل ديون، خرجتي عنا بلي عندك جين في الجزائري للمياه مقد 14% ما خلصتيش. هذا خلصوا ماشي ما خلصوش، ها بصح المبلغ اللي راه دايرين لي انا باغي خلصو بالتحصيل. معليش نعملوا ليك عندنا كالندريين جابوها لك. هي نموذج لعمل ميداني مشترك بين أعوان وحدات الجزائرية للمياه عبر الوطن بأهداف محلية لكل ولاية تضمن توصيلا عادلا لهذه المادة الحيوية، وبين مراقبة التوصيلات ومعاينة مياهها وقاية من مخاطر الأمراض المتنقلة بما يكفل الصالح العام يعززه ورقة عمل انقطاع الموارد المائية مع المصالح البلدية. المحافظة على الثروة الحيوانية من مخاطر التغيرات المناخية بالولاية السهبية كان محور الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه بولاية البيض والذي عرف مشاركة كل القطاعات المعنية. مصطفى تحافي. من أجل توفير توازن بيئي وحماية المراعي والسلالات الحيوانية من الاندثار، تم تنظيم ملتقى وطني حول تأثير التغيرات المناخية على تربية الماشية في المناطق السهبية بولاية البيض، وذلك بمشاركة كل القطاعات المعنية. المنطقة السهبية تعيش فعلا ما يسمى بعملية انزلاق مناخي ناحية التصحر وناحية الجفاف. جاء بجملة من الاقتراحات التي تساهم في الخروج من هذه الذائقة
لائقة المخاطر التي تلم بالمنطقة السهبية وبسكان المنطقة السهبية وخاصة مربي الأغنام. إعادة بعث النشاط بالمناطق السهبية وبرامج المرافقة والدعم للموالين كانت أهم مخرجات هذا الملتقى الوطني. مواصلة وتوصيات بمواصلة يعني المشاريع التنموية التي يعني تقوم بحماية هذه المراعي من التدهور ومن التصحر ومن نقص الغطاء النباتي، ثم توفير المياه السطحية أو تجنيد المياه السطحية من أجل يعني المحافظة على الغطاء النباتي، وكذلك يعني إدارة المراعي إدارة يعني جيدة تضمن يعني الديمومة نتاعها وتضمن كذلك انعكاساتها الاقتصادية على الماشية. هذه النتيجة اليوم خرجنا بتوصيات، والتوصيات يعني في فائدة الموالين وموالي كل مناطق السهبية اللي رايحة يعني تعطي وتبعث شيء في هذه المنطقة السهبية مع المحافظة السامية لتطوير السهوب لإعادة بعث كل ما يتعلق بالمراعي ويتعلق بالإنسان الموجود في السهوب. نظرا للأهمية الاستراتيجية للمناطق السهبية والرعوية وقدراتها الاقتصادية والفلاحية والبشرية، هذا ما يستدعي تكثيف الجهود لكي تصبح رافدا من روافد الاقتصاد الوطني. تختتم عشية اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط، امتحان يأمل من خلاله التلاميذ النجاح ومواصلة مشوارهم الدراسي، وهو أيضا ما يطمح إليه نزلاء مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعباضلة ببشار الذين اجتازوا هذه الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية محكمة. يقول محمد بخطة. نسيم من بين نزلاء مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعباضلة ولاية بشار يستغل وقت قضاء العقوبة بالتدرج في التحصيل العلمي ونيل الشهادات. فيها بزاف إيجابيات، إيجابيات هما الحاجة الأولى العفو الرئاسي إفراج، وثاني نكملوا المستوى تاعنا نكملوه. حنا حبسنا برا في المستوى تاع شهادة التعليم المتوسط، والآن نحوسوا نكملوا باش نوصلوا شهادة بكالوريا ان شاء الله. هدفتي حاب ندي بها لاكراس ونطلع المستوى، نزيد في المستوى وتواصل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ندير نقرا بوليس كونتوس برا. سياسة الإدماج المنتهجة من قبل إدارة السجون تقتضي تمكين المساجين من اكتساب المعارف من أجل العودة إلى أحضان المجتمع. وعدد الممتحنين للنهار هذا اليوم 106 محبوس، بالإضافة إلى وجود 3 مسجونات مسجلين بمؤسسة إعادة التربية بشار يمتحنون بمؤسسة مركز النساء سعيدة. التعليم بجميع أطواره ابتداء من محو الأمية إلى غاية الدراسات الجامعية، مدرج الامتحان تحت إشراف ووزارة التربية الوطنية، رئيس المركز، الأمانة العامة، الحراس، كلهم من وزارة التربية الوطنية. كل هذه المساعي والمجهودات المبذولة الغاية منها هي إدماج المسجون وإعادة إدماجه في المجتمع وعدم توفيت له الفرصة حتى يتسنى له بعد انقضاء العقوبة مواصلة المشوار العلمي. النزلاء يستفيدون من كافة الوسائل البيداغوجية للتحضير طيلة الموسم الدراسي لمختلف الشهادات حسب المستويات. صحيا، وبولاية وهران اختتمت الأيام الطبية للجراحة في طبعتها 15، أيام جمعت أطباء ومختصين، وهذا لدراسة مضاعفة وباء كورونا وعدة أمراض أخرى. عمار ينهار. هي أيام طبية جراحية في طبعتها 15 بوهران، نظمت لدراسة بعض التخصصات أهمها سرطان الأطفال، السكري، الحمل، وجراحة النساء، وبالأخص تلك الأمراض التي خلفها وباء كورونا وترك آثارا سلبية لدى المصابين بهذا الداء. الكوفيد كان خلى مضاعفات كثيرة جدا، من ضمن المضاعفات يعني خلى العقم عند النساء وعند الرجال، ممكن يكون فيه علاج يعني بالميكرو إليمون، يعني بالفيتامينات، بالفيتامين سي مثلا، بالزنك، بالمنغنيز، فنفس الأشياء هذه راهم بقاو ناقصين عند الإنسان. دخل في إطار توعية، توعية خاصة بالمختصين في المستجدات اللي تطرا في بالنسبة للعلوم والأمراض اللي رجعي، وخاصة المزمنة أمراض الرجال من العقم والضعف عند الرجال. أجمع المشاركون في هذا الملتقى الطبي بإشراف النقابة الوطنية للأطباء على ضرورة الفحص والتشخيص المبكر لتفادي المضاعفات.
تحسين التكفل بالمريض الجزائري، وخاصة في العلاج المتخصص اللي هو حق للمواطن الجزائري، ولازم الأخصائي في الصحة العمومية بهذه التظاهرات الطبية يحسن المستوى تاعو. un programme diversifié sur le Covid surtout, c'est la première séance. Il y a une deuxième séance sur les cancers de sang qui sont fréquents et qui sont de mauvais pronostics. Rabbi Hafadna, Rabbi Shafi Mourda. Il y a aussi un autre sujet très intéressant et qui sort de l'ordinaire, c'est la gériatrie, c'est la médecine des sujets âgés, c'est-à-dire Chouabin. هذه الأيام التكوينية فرصة لتبادل الخبرات في شتى التخصصات، خاصة ما بعد كورونا. ختام نشرتنا من ولاية ورقلة، حيث انطلقت فعالية طبعته 11 لتظاهرة الثقافية القراءة في احتفال فعالية المهرجان الذي نظمته المكتبة الرئيسية للمطالعة، عرف برنامجه العديد من النشاطات والندوات تمحورت حول كيفية ترغيب الصغار في حب المطالعة والقراءة. خالد بن قرينة. بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية المجاهد تيجاني محمد، وتحت شعار كتابي رفيقي، افتتح بولاية ورقلة المهرجان الثقافي المحلي قراءة في احتفال في طبعته 11. المهرجان شمل ورشات ثقافية فنية وتربوية وصرفيهية متنوعة، متحصلة على المرتبة الأولى في البطولة الولائية للقراءة لطبعتها الأولى، حيث أنا هنا لمساهمتي في نشر ثقافة القراءة للأطفال، تجسيد روح القراءة بأسلوب ترفيهي عند الأطفال. وكما أن هذا العرس الثقافي قد أضاف بهجة مصحوبة بزاد معرفي كبير. هذه المكتبة جيتها لأول مرة وشاركت في هذه المسابقة، وأنا نحب بزاف القصص والمطالعة. أحب مطالعة الكتب والقراءة وقراءة القصص. هذه المناسبات القراءة في احتفال وما إلى ذلك هي طبعا تنمي القدرات اللغوية لأطفالنا، وأهم شيء هي الشجاعة الأدبية. فعاليات المهرجان الثقافي شهد إقامة معرض لرسومات الأطفال ومثله للكتاب من رصيد المكتبة، إضافة إلى ورشات متنوعة مثمنة للقراءة. تهدف هذه الورشة إلى العديد من الامتيازات التي من بينها أن يكون الطفل متمكن في القراءة، كيف يقرأ كتاب، كيف يلخص كتاب، وكيف يستفيد من هذا الكتاب. تنظيم ورشات تهتم بالقراءة كورشة القراءة والتلخيص، ورشة الكتابة والتعبير، ورشة القراءة والإلقاء، إضافة إلى ورشات أخرى. قصد الوصول إلى اكتشاف مواهب جديدة في مجال القراءة والكتابة لا سيما لدى فئة الأطفال. مهرجان القراءة في احتفال بورقلة تعد فعالياته الثقافية التربوية والترفيهية فضاء لإشباع رغبات الأطفال العلمية وميولاتهم الحسية والمعرفية. ختام نشرتنا، دمتم طيبين وإلى اللقاء.